أيتها الفتاة، ماذا تريدين؟ ستيسي مفقودة. سأساعدك في العثور عليها، ولكن علينا أن نخفيك أولا. حسنا ميا، أرني أين رأيت ستيسي آخر مرة. كانت هنا في هذا الملعب. حسنا، سوف يتعامل المحترف غريغ. اذهبي وارتاحي وسأجد ستيسي. حان دوري. حسنا ميا، ستيسي لم تأتي؟ ربما هي فوق. يا إلهي، رأسي. ستيسي ليست هنا. انتبهي أمامك. سيدي، ماذا تفعل هنا؟ ابقي بعيدا، نحن نحقق في جريمة. لا ستيسي، ليست هنا وليست هنا أيضا. يا سيدي، دعني أساعدك الآن. أيتها الطفلة، لماذا أنت هنا دائما؟ دعي المحترفين يعملون. هذه حقيبة ظهر ستيسي. حقيبة ظهر ستيسي؟ أعطني إياها. لا يوجد شيء هنا، أخبريني أين وجدت حقيبة الظهر هذا. حسنا، لا مشكلة. ميا، عليك أن تبقي هنا في حالة عودة ستيسي. ماذا لو تم خطفي أيضا؟ هل أنت بخير؟ أنا آسف. هل أنت بخير؟ ما اسمك؟ أنا نيكي. نيكي، تعالي إلى هنا نيكي، هذه ميا، هذا الشيء لك. أنت من سوف يحرس ميا، وأنت سوف تساعد الشرطة يا صديقي. نعم سيدي، فهمت سيدي. إذن أين وجدت الحقيبة؟ كانت ملقاة هنا. هنا؟ نعم. غريغ، يبدأ الآن التحقيق. غريغ، ابتعدي، أنا أحقق. غريغ، قلت لك ابتعدي، أحتاج إلى العثور على طفل مفقود. هناك كاميرا أمنية. كاميرا؟ إنها كاميرا حقا، رأيت ذلك مسبقا، كنت أتأكد فقط أني محقق محترف. فماذا ننتظر؟ هيا بنا نذهب. أين؟ للتحقق من لقطات الفيديو في الكاميرا. حسنا، نعم، علينا الذهاب إلى مركز الشرطة حالا. هيا بنا، هيا بنا، أسرعي، تأخرنا. شباب، اشتركوا وأعطوني لايك، وأخبروني إذا كنتم تعرفون من اختطف ستيسي. سنرى من أسقط حقيبة ظهر ستيسي. إنه أنت وأنا. أنت بحاجة إلى إرجاعه. حسنا، مجتهدة. إنها ستيسي. من هذا الرجل؟ لا أعلم، لا أرى وجهه. غريغ، غريغ، يمكنك رؤية وجهه، التقط لقطة الشاشة. نعم، لدينا صورة له. وكيف سوف نجده؟ نحن الشرطة الأكثر تقدما في العالم، الذكاء الاصطناعي. ابحث عن التطابقات ضمن دائرة نصف قطرها 15 كيلومتر. هذا هو المدون المشهور عالميا جونغ. إن هذا صحيح. الذكاء الاصطناعي، أين يعيش؟ أعطنا العنوان. إنه يتواجد الآن في شارع لينير. لدينا عنوان، كل ما علينا فعله هو القبض عليه. أنا خائفة جدا. إنه بالداخل. إنني أرى ذلك. أنت ابقي هنا وأنا سأدخل. ولم لا آتي؟ أنا معك أيضا. لا، قد لا يكون الأمر آمنا. هذا سوف يحميك. نعم عمو غريغ. شباب، من فضلكم ادعموني بلايك واشتراك. أمسكت بك. شباب، لقد سكب علي العصير. انتظر يا رفاق، أنا خائفة جدا على غريغ. انتظر، لا يمكنك الهرب. أمسكت بك. ليس بهذه السرعة. لقد مسكتك. هيا جونغ، قلت لك لن تستطيع الهروب من العدالة. ماري، عمل جيد، هذا مرفوض، سأتعامل مع هذا اللص بنفسي. أريد إجراء المزيد من التحقيق. تمام، مهمة جديدة، هيا اذهبي لرؤية ميا، خذي هذا الجهاز. حسنا، شكرا لك.
ستخبرني بكل شيء. تعرفت على هذه الحقيبة؟ أجل، أين أخذت ظرف ستيسي؟ أنا مجرد وسيط. لمن أعطيته؟ هناك فتاة ما. فتاة؟ ما اسمها؟ أنا لا أعرف. كارت عمل؟ من تكون، مدون أم ماذا؟ نعم، أنا مجرد مدون. تراجع. ما قصدك بالتراجع؟ ماذا عن الإعجابات والاشتراكات؟ لا، أنت لست مدون حقيقي. يعرف المدونون الحقيقيون كيفية الاشتراك والإعجاب. من يكون هذا؟ مرحبا ميا، لقد اختفت. ما قصدك برحيل ميا؟ بحثت في كل مكان، إنها ليست هنا. حسنا، انظري، أنا في انتظارك. 91 شارع كوتوزوفا. حسنا حسنا، خلال 30 دقيقة. أعتقد هذا هو العنوان. أين غريغ يا رفاق؟ أعطوني إعجابات كثيرة حتى يتمكن غريغ من تذكري. أهلا. شكرا لك، إنه غريب. ما المضحك؟ ماذا ترتدي؟ إنه تمويه. نحن نبحث عن خاطف ستيسي. وبينما كنت أنتظرك وجدت كاميرا. حسنا، لم أضيع الوقت أيضا. انظري، لدي جهاز لوحي به قاعدة بيانات الكاميرا، ونحن على وشك معرفة من اختطف ستيسي. لقد أحرزت تقدما. إنه جونغ. إنه يعطيها المال. أو لا، هذا ابتزاز. هيا افهم من هنا الآن. أنا أحب المال. هذا الابتزاز يعني أن هناك عملية اختطاف. تقولين اختطاف؟ مرحبا، من أنتم؟ كيف وصلتم إلى الكاميرا الخاصة بي؟ أنا غريغ. سأتصل بالشرطة الآن. يا غريغ، ألست شرطيا أيضا؟ آنسة، أنا ضابط شرطة، نحقق في اختطاف ستيسي. أين هي هويتك إذن؟ هنا، انظري. ما هذا؟ إنها أوراق ممزقة. حسنا، كما ترين في الواقع. اذهبا من هنا. هيا اعترفي بأنك أنت من خطفت ستيسي. ماذا؟ هذا يكفي الآن، أنت رهن الاعتقال. لا. إذن سيدة ليكسي، لماذا تلقيت هذه الحزمة؟ أنا لم أتلقى أي شيء. يمكننا أن نرى على الشريط أنك من حصل على الطرد. هؤلاء بعض الغرباء. جونغ مدون مشهور، فلماذا حصلت على الطرد وما محتوياته؟ إنها مكيدة وأنا لن أخبرك بأي شيء. وأين أخذت ستيسي؟ أنا لن أخبرك بأي شيء. سأنشر هذه الصورة لك بدون مكياج على إنستغرام، وأنت ستبدأين بالتحميل. من فضلك لا تفعل ذلك. إذن أنا أستمع، لماذا حصلت على هذا الظرف؟ إنها للأعمال الخيرية. حسناً، هيا بنا، علينا أن نتحدث. أعمال خيرية. ليكسي كاذبة بتأكيد، سأبقيها تتحدث وأنت أدخلي صندوقها وسنرى إلى أين ستذهب. أجل، هذه فكرة فقط عظيمة. فقط كوني حذرة، هذا خطأ. حسناً، وأنا سوف أراقبك. لديك بالضبط 3 دقائق بينما أقوم باستجوابها. نعم سيدي. إذن ليكسي، هل قررت أن تخبريني بالحقيقة؟ لقد أخبرتك بكل شيء، إما أن تقوم باتهامي أو أنا سأخرج من هنا. اهدئي، سأكتب وعلي أخذ معلوماتك. ما هو جنسك؟ أنا أنثى. العمر؟ ليس لدي وقت لهذا. حتى أحصل على معلوماتك لا أستطيع إطلاق سراحك، لذا كوني لطيفة بما يكفي للرد على الشرطة. ما هو عمرك؟ 18. شباب، أعتقد أنها تكذب، أخبرونا في التعليقات ما رأيكم. حسناً، أنت حرة في الذهاب، شكراً لك، سوف أراك لاحقاً. لا تقلقي، أنا أتبعها، أبلغي عن كل ما يحدث في السيارة. مرحباً. هل أنت جاهز؟ جاهز دائماً. غريغ، هل تتذكر الرجل من الملعب نيكي؟ إنه يشارك في الأمر مع ليكسي. عرفت على الفور أن هناك شيئاً غريباً عنها، راقبيهم. تفضل. واو، هذا سيشتري الكثير. كنا نستعد لهذه القضية منذ زمن. سوف ننجح. ميا، قومي بالرد. أين أنتم جميعاً؟ قادمون قادمون، كادوا رجال الشرطة أن يفسدوا الأمر. من فضلكم أسرعوا، من فضلكم أسرعوا. كل شيء تحت السيطرة، قادمون. ميا أيضاً جزء من هذا. ميا، ماذا؟
هولا يا شباب، ميا متورطة في هذا أيضاً. عاجل للجميع، مطلوب فتاة اسمها ميا، أفضل صديق لستيسي. كونوا حذرين جداً شباب، علي الاختباء الآن. شباب اشتركوا ودعوا إعجاب. إنهم يخططون لشيء فظيع. أخفضي صوتك، ربما يسمعونك. غريغ هيا اعتقلهم بسرعة. لا أستطيع القبض عليهم الآن. علينا القبض على العصابة والعثور على ميا. كوني حذرة. حسناً حسناً. ماذا؟ لا أسمعك. هناك اتصال، هذا سيء. أتمنى لا يروني. هذا المكان غريب. أظن هذا المكان مناسب. يا رفاق، لقد أتوا إلى منزل غريب. نعم ماري، لقد توقفوا. نعم نعم أرى ذلك، كوني حذرة جدا. هيا أسرع. انتظري هنا. كوني حذرة، إنه قادم نحوك. أنا هنا، أخرجي من صندوق السيارة. كيف؟ لا أعرف، هذه مشكلتك. أقلت مشكلتي؟ هل أنت جد؟ يا رفاق، أعتقد بأنه لم يراني. ادعموني أرجوكم، ادعموني باشتراك وإعجاب. حللت جميع مشاكلنا. لم يراك أحد صحيح؟ لا. هذا عظيم. هولا، لقد فقدتهم. ماري ماري، أين أنت؟ أعتقد هذا المكان الصحيح، أسرع فقط. هذا ما تدفعين لي؟ مهلا مهلا، أين هي الحقيبة؟ الحقيبة؟ حقيبة؟ حسنا، قادمة. هيا حسناً هيا حسناً هيا. أتساءل، ما هو هذا المكان؟ ماري، أين كنت؟ وأنت أين كنت؟ هيا بسرعة اخرجي، إنهم جميعاً هناك معاً. أسرعي. أسرع أسرع. كوني حذرة، لأنه يمكن أن يكون خطيراً جداً. أجل. نعم بالتأكيد، نحن محترفان. أرأيت ذلك؟ نعم. علينا التحرك الآن. علينا نعم. أن ننقذ ستيسي. نعم ستيسي. أمسكنا بكم أيها المحترفون. أين هي ستيسي؟ أنت مرة أخرى؟ المنزل كله محاصر، تكلموا بسرعة. أين ستيسي؟ أين ستيسي؟ ماذا فعلنا؟ لابد أن ستيسي هنا. ما الذي تتحدث عنه؟ أوه، هذه ليست ستيسي. أتعرفون لماذا؟ لأنها في الحفلة. مرحباً يا رفاق، لذلك تم دعوتنا اليوم إلى الحفلة. أين سيكون كل هؤلاء الأشخاص أمريكا المشهورين؟ إنها حفلة هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، لقد أرسلناها إلى حفلة أحد المدونين. إذن ماذا تفعلون هنا؟ نستعد للحفلة. سنساعدك. أنا آسف، من فضلكم سنساعدكم، لكن علينا أن نسرع. حسناً يا شباب، اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا، سنكون في طريقنا. وعلقوا أيضاً. إذن هيا بنا نستعد. هيا بسرعة بسرعة.